الظن جبت الخير جبت الهنا الله الله فيك العادات الطيبة فيك العبادة والصلاة الله وبركاته. اسمي رايا يوسف، أبلغ من عمري 9 سنوات، أدرس بالسنة الرابع ابتدائي بمدرسة شارع برجيبة بمنزل النور. سعيدة بمشاركتي في مسابقة رمضان بنكت بلدي العربي، وأحب شهر رمضان لأنه شهر التسامح والمغفرة والتعاون، لذلك أقوم بمساعدة أمي في الشؤون المنزلية وإعداد وجبة الإفطار. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. وأيضا أقوم بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وأذهب في أوقات الفراغ للمسجد لأصلي صلاة التراويح. فبفضل نصائحي وإرشادات معلمتي قمت بالتبرع ببعض المساعدات الغذائية لجمعية الإحسان الخيرية التي تتكفل بتوزيعها على الفقراء والمساكين. يبارك فيك يا رمضان جبت الخير جبت الهنا الله الله فيك العادات الطيبة فيك العبادة والصلاة الله يبارك فيك يا رمضان جبت الخير جبت الهنا يلي قهوة. شكرا لصوتكم لي.